اللهم رحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا توفني مسلما والحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النشاط السابع، تأثير المخدرات على مستوى المشابك. قال لك تتدخل مراكز عصبية في مختلف الإحساسات التي يشعر بها الفرد من دفء، برودة، ألم أو نشوة، وتلعب المشابك دورا هاما في إيصال هذه الإحساسات ليتم إدماجها بعد ذلك إلى أن هناك جزيئات كيميائية خارجية مثل المخدرات تتدخل في مستوى هذه المشابك لتحدث خللا في عملها. فما هو تأثير المخدرات على مستوى المشابك، وما هي انعكاسات الناتجة عن تعاطي هذه المخدرات؟ دور المورفين. أولا، ما هو المورفين؟ المورفين هي مادة مستخلصة من النبات، هكذا. والمورفين هذه هي مادة مستخلصة من نبات يتم تعاطيها من طرف الناس مدمنين المخدرات هكا، ويتم تعاطيها أيضا في الطب، يمدوها الأطباء للمرضى، ولكن بشرط طبعا اللي قاري طب هاو يعرف كيف يمدها. أي تمشي بجرعات محددة هكا، يمدوها بجرعات محددة وبمراقبة بالنسبة للطبيب، بالنسبة للمرضى. اما بالنسبه للناس اللي تتعاطاها كمخدرات، هاي تدي برك بجهل، واصلا كيتم تعاطيها للمرضى من اجل تخفيف الالام. واشهر المرضى اللي مدوها لهم من مرضى، عافانا الله واياكم، من مرضى السرطان، هما اللي مدوا لهم المورفين هذا. وطبعا يخضع لمراقبه طبيه شديده، عنده تاثير باسكو كبير. دور المورفين. تمثل الوثيقة واحد الشكل واحد رسما تخطيطيا لتركيب تجريبي يمكننا من دراسة العناصر المتدخلة في الإحساس بالألم. حابين ندرسوا العناصر المتدخلة في الإحساس بالألم، حيث التسجيلات تتم على مستوى العصبون الواردة إلى الدماغ. الشكل با يمثل رسم تخطيطي يوضح أنواع الألياف المتواجدة في العصب الحسي والجلدي، في العصب الحسي الجلدي. شوف، هاو الشكل الألف تاعنا. شكل الألف كما نلاحظ، في الشكل الألف عندنا جلد، هاو الجلد تاعنا، درنا له تنبيه فعال اللي مرت حوايج اللي ملتصقين بالجلد، نهايات عصبية حسية متصلة بعصب حسي جلدي، ينقلها العصب الحسي الجلدي وهو أحد الألياف الحسية إلى شوف عندي هنا الساعة عقدة شوكية، وينقل يستمر في نقلها العصب الحسي الجلدي إلى المنطقة سين. دوك نعرفوها، كاين جهاز تسجيل على مستوى المحور الأسطواني من العصبون سين هذا، من العصبون سين اللي رايح العصبون سين هذا نحو الدماغ. طبعا هذا العصبون يسميوه عصبون وارد نحو الدماغ. وهذا انا قاعدين نعت لك، هذه هي القرن الخلفي، وهذه هي المادة الرمادية من النخاع الشوكي، وهذا راهو نخاع شوكي، هذا راهو نخاع شوكي، خلاص. هذه هي طبعا هذه هي مصة مهشارية. هذا بالنسبة للشكل الألف. الشكل با عندي أنواع الألياف العصبية في العصب الحسي. شوف شوف، ها هذا ليف. شوف، هاو غمد النخاعين، كاين فرق بين غمد النخاعين من وحدة لأخرى. شوف، هاو عصب حسي، هم الياف العصبية، كل وحدة مغمدة بغمد النخاعين طبعا، والقطر تاع الالياف العصبية مختلفة من بعضها البعض طبعا، ومتجمعة في العصب الحسي هذا. قال لك قارن، كسؤال أول قل لي قارن بين الألياف المكونة للعصب الحسي الموضح في الشكل با من الوثيقة واحد. طبعا أنا كي نقارن نقول له الألياف العصبية المكونة للعصب الحسي الألياف المكونة للعصب الحسي تختلف فيما بينها من حيث واش؟ من حيث القطر ومن حيث غمد النخاعين. إذا تختلف الألياف العصبية الحسية للعصب الحسي الجلدي من حيث الطول وحدة، والقطر زوج، والبنية من حيث البنية يعني وجود أو غياب غمد النخاعين.
هكا خلاص هذا هو السؤال الأول. هيا نبداو نزربو شوي. قال لي تمثل الوثيقة 2 النتائج التجريبية المتحصل عليها، طبعا هاي الوثيقة 2، تمثل الوثيقة 2 النتائج التجريبية المتحصل عليها في التركيب التجريبي الموضح في الشكل واحد من الوثيقة واحد، حيث تسجيل واحد ها التسجيل قال لي تسجيل ألف، ها التسجيل ألف هذا هو، هذا هو تسجيل ألف ها، والتسجيل با ها والتسجيل با ها، هذا تسجيل ألف وهذا تسجيل با. إذا التسجيل ألف تم الحصول عليه بعد تنبيه قوي في الجلد أدى إلى الإحساس بألم خاطف. كي درنا تنبيه قوي في الجلد أدى الإحساس إلى شعور بألم خاطف متبوع بألم متأخر، هاو ألم خاطف من بعد تبعو ألم متأخر. دوك نشوفوه كتحليل منحنى. التسجيل با تم الحصول عليه بعد نفس بعد التسجيل با تم الحصول عليه بعد نفس التنبيه السابق، يعني ورا ما داروا نفس التنبيه السابق، لكن بعد حقن او داروا نفس التنبيه السابق وشو عاودوا حقنوا قبل ما يديروا التنبيه حقنوا، او بعد ما يديروا التنبيه بشويه، لكن بعد شوف عم داروا التنبيه مثلا في الجلد وراها بعد حقنوا لي ماده المورفين، مادة المورفين في المنطقة اس، في المنطقة اس اللي هي اللي كما كنا نشوفوا فيها هاي منطقة سين، هاي منطقة سين حقنوا لي مادة المورفين في المنطقة سين من الشكل واحد، او كنت نعزلكم فيها درك من الشكل واحد للوثيقة واحد. ماذا دركا كأسئلة قبل ما نديروا الأسئلة؟ قال لي ان هو عدد الكمونات العمل المسجلة في العصبونات الواردة، هاو ان قاعدين يعني تشوفوا فيه هاو ان وهاو ان. قال لي الألوان الخضراء، الألوان الخضراء الزرقاء والحمراء تسجيلات في العصبون الوارد، الوارد الوارد بعد وصول السيالة العصبية، هام الخضراء والزرقاء والحمراء تسجيلات في العصبون الوارد بعد وصول السيالة العصبية إليه من مختلف الألياف العصبية للعصب الحسي الجلدي. اللون الأسود النشاط التلقائي العادي للعصبون الوارد. واحد تسجيلات مسؤولة عن الألم الخاطف، زوج تسجيلات مسؤولة عن الألم المتأخر، اللهن في غياب المورفين، اللهنة في وجود المورفين. طبعا الألوان لازم تعرفوهم. هاي كأسئلة وش راح يقول لي؟ قبل لسه ندرسوا بعد الوثيقة 3. قال لي للتحقق من صحة إحدى الفرضيات مكنت دراسة سرعة السيالة العصبية في ألياف العصب الحسي الممثل في الشكل با من الوثيقة 1 من الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة 3. نوع الألياف عندي القطر تاع الليف والسرعة، شوف الألياف واحد القطر تاعها ما بين 1 ل 4 ميكرومتر، السرعة هاي من 6 ل 24 متر في متر على الثانية. لهنا الليف ليف سين او كا سميه 0.5 الواحد قطر الميكرومتر، القطر تاعو بالميكرومتر، السرعة اللي سجلها من 1 ل 2 متر على الثانية. قال لي حلل نتائج الجدول ماذا تسج. ملاحظة التحليل تاع هذا لا ما قدرتش تشفى عليه، لازمك تحفظه باسكو قادرين يمدوها بزاف في تمارين المشابك. مش كي نقول لك تحفظوا اصلا ندي تاع ما تعرفش تحلل، هذه مش عفار. واش تشوف تقول، واش تشوف تقول ها تقول، قال لك قدم تحليلا، قال لي مقارن ما قاليش مقارن. انا راح ندير تحليل مقارن وكملاحظه، كون ما يقولكش في الباك دير تحليل مقارن ما ديروش باسكو صعيب، باسكو صعيب. اذا في غياب المورفين ظهور تسجيلات لكمونات عمل، لكمونات عمل معتبره عن الشعور بالألم المتأخر. لهنا في غياب المورفين ظهرت لي تسجيلات الكمونات عمل معبرة عن الشعور بالألم. في وجود المورفين، في وجود المورفين عدم ظهور، ما ظهرت ليش، لم تظهر تسجيلات كمونات العمل المعبرة عن الشعور بالألم. خلاص هذا هو التحليل، هذا هو التحليل. نمدوا العنوان مثلا منحنى، نمدوا العنوان نقول له التسجيل واحد يمثل مختلف كمونات العمل الظاهرة والمعبرة عن الشعور بالألم في وجود المورفين، والتسجيل با يمثل مختلف كمونات العمل الظاهرة أو المعبرة عن الشعور بالألم بعد
حقن مادة المورفين، لهنا في غياب المورفين، لهنا بعد حقن مادة المورفين، حيث نلاحظ في التسجيل ألف كتحليل مقارن في وجود أو في غياب المورفين، في غياب المورفين ظهرت مجموعة من كمونات العمل تعبر عن الشعور بالألم. في غياب أو في بعد حقن المورفين، لهنا بعد حقن المورفين لم تظهر تسجيلات كمونات العمل والتي تعبر عن ماذا؟ والتي تعبر عن الشعور بالألم. والتي تعبر عن الشعور بالألم. قال لي ماذا تستنتج؟ إذا الاستنتاج للمورفين تأثير على الكمونات الممثلة ب الممثلة بالأحمر والمسؤولة عن الشعور بالألم المتأخر. لا خطر يجيك ألم خاطف، دير هك، شوف دير هك مثلا، تشعر ديركت بالألم، أو دير هك بالسيالة، ها هذا ألم خاطف، ومن بعد الألم اللي يتبع الألم الخاطف اللي هو المتأخر هذاك ما يبقاش، علاه؟ باسكو كاينه مادة في الدماغ تذهب هذا الألم. إذا استنتج دور المورفين، قلنا للمورفين تأثير على الكمونات الممثلة بالأحمر، هذه الكمونات الممثلة بالأحمر والمسؤولة عن الشعور بالألم المتأخر، باسكو الكمونات الممثلة بالأحمر هي مسؤولة عن الشعور بالألم المتأخر، فهو يعمل على إلغائها، يعمل على إلغاء الكمونات المسؤولة عن الشعور بالألم المتأخر ماشي الخاطفة، يعني عدم الإحساس بالألم المتأخر، وذلك بخفض تواترات كمونات العمل، مش إلغاها خلاص، وإنما خطف، وإنما أخفضها، أخفض تواترات كمونات العمل. قال لي ها هي هاي اللي هنا، والحمراء تسجيل في عصبونات الواردة بعد وصول السيال العصبية إليه إلى مختلف الألياف العصبية للحس الجلدي، يعني ألم متأخر هكا، يعني التسجيلات الأحمر هي تاع الألم المتأخر، واللون الأسود هو نشاط تلقائي عادي لعصبون الوارد، يعني واش راح يدير العصبون الوارد من بعد الوارد واش راح يدير العصبون الوارد، خلينا الساع هاي خلاص نعاود برك الاستنتاج للمورفين تأثير على الكمونات الممثلة بالأحمر والمسؤولة عن الشعور بالألم المتأخر، فهو يعمل على إلغائها خلاص، أو نقول يعمل على تخفيض توترات كمونات العمل. قال لي هل تسمح لك هذه النتائج من التحقق من إحدى الفرضيات السابقة؟ نعم. ما هي الفرضيات نورمال مون اللي فرضوها التلاميذ السابقة؟ مثلا يقول لك المخدرات تثبط مرور السيالة العصبية، نعم. وكاين واحد يقول لك ثاني المخدرات تتثبت على غشاء بعد المشبكي، نعم. يعني يكون يقول لك اقترح فرضية، انت تقترح له فرضية صحيحة، تقول له المثبط، تقول له المخدرات ولا المورفين، تقول له المورفين يعمل على تثبيط مرور السيالة العصبية. نكمل هاي. قال لي بناء على ما سبق وعلى نتائج تسجيلات با من الوثيقة تنين، هاو تسجيل با من الوثيقة تنين، علل استعمال المورفين في المجال الطبي، على حتى يستعمل المورفين في المجال الطبي. أنا راح نقول لك ولكن أنا راح نزيد سؤال اللي هو أنا راح نحلل الجدول. إذا قبل ما نقول لك تحليل الجدول، تكون سرعة السيالة العصبية وش تشوف؟ تقول هاي شوف السرعة اللي هنا أكبر من هاللي هنا، حندير تحليل مقارن. تكون سرعة السيالة العصبية في الألياف الأكبر قطرا أكبر من الألياف الأقل قطرا، هذا تحليل مقارن. أو وش نقول؟ نقول تكون سرعة السيالة العصبية في الألياف العصبية الحسية ذات القطر الكبير أسرع منها من الألياف العصبية ذات القطر الصغير. ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه تتناسب سرعة السيالة العصبية تناسبا طرديا مع قطر الليف. استنتاج هذا تحطه في راسك مليح، تتناسب السيالة العصبية تناسبا طرديا، السيالة العصبية سرعتها تتناسب تناسب طردي مع واش؟ مع قطر الليف. قال لي هل تسمح لك هذه النتائج من التحقق من إحدى الفرضيات السابقة؟ نعم أنا قلناها قبيل. علل إجابتك. نلاحظوا أنه تختلف سرعة السيالة العصبية باختلاف القطر. شوف لهنا لما كان القطر كبير كانت سرعة كبيرة، لما كان القطر صغير كانت سرعة قصيرة، هذا هو التعليل طبعا، وعلى بنية القطرة وعلى بنية الليف العصبي، بحيث شوف هنا
لما يكون القطر مغمد بغمض النخاعين، وراح نمدها لكم كملاحظة بعد. لما يكون القطر مغمد بغمض النخاعين، تكون انتقال السيالة العصبية أسرع بكثيرة. علاه؟ باسكو قلنا إذا كانت الخلية القبل مشبكية مغمدة بغمض النخاعين، فإن القنوات الفولتية الخاصة بالأنا بلوس والكا بلوس راح تكون في هذا لما بين غمض النخاعين، راح تكون متواجدة على في اختناقات رانفير. هاو اختناق رانفير، شفت غمض النخاعين وغمض النخاعين، شفت هذا اللي ما بينات هو الفارغ، هذا اللي ما فيه والو، هذا اللي هنا هذا يسميه اختناق رانفير. هذا اختناق رانفير، لتما توجد توجد القنوات الفولتية الخاصة بالأنا بلوس والكا بلوس. لهذا انتقالكم العمل يكون سريع، لأنه سيكون بالقفز ولا نقول بالوثبة من اختناق رانفير لآخر، يكون بالقفز هكا من اختناق رانفير لآخر، وب 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 هك، من قفز من اختناق رانفير لآخر. هذه هي. بينما تكون الخلية القبل المشبكية ماهيش مغمدة بغمض النخاعين، تكون القنوات الفولتية الخاصة بالأنال بلس والكا بلس منتشرة على طول غشائها الهيولي، لهذا يكون الانتقال كمون العمل بطيء، لأنه سيكون نقطة بنقطة هك، واحدة نقطة بنقطة، الذي يكون بطيء. إذا بالسرعة انتقال السيالة العصبية إلها علاقة بالوظيفة تاني، واني شرحت لكم عليها. دركا راح نعللو علاه يتم استعماله في المجال الطبي. علاه؟ اذا بناء على ما سبق قال لي علل عليه يتم يستعمل المورفين في المجال الطبي، وذلك لتخفيف من الالم عند بعض المرضى ولعدم الاستحمال بالمرض. هذا هو علاه يستعمل في المجال الطبي، طبعا وفق جرعات محدده كما كنا نقولوا. نروحوا لمقر التاثير. نروحوا لمقر تأثير المورفين. هاي مقر تأثير المورفين، اللي ما عرفت مقر تأثير المورفين وحقق الأعمال التجريبية السابقة. عندنا المرحلة واحد تمثل الوثيقة 4 هذه رسما تخطيطيا لبنيات المتواجدة في مستوى المنطقة سين، منطقة سين اللي كانت في الشكل ألف، نعود نحطها لكم. هاي المنطقة سين. حابين يعرفوا المنطقة سين هذه واش فيها؟ تمثل الوثيقة 4 رسما تخطيطيا البنية المتواجدة في على مستوى المنطقة سين للشكل ألف من الوثيقة 1، بينما الوثيقة 2 فتمثل نتائج تجريبية لتنبيهات أو جريات على مختلف الألياف العصبية للوثيقة 4. شوف هاو مسار كمون العمل، هاو الليف زوج، هذا ليف 3 وهذا ليف 1. هذا عصبون صادر من الدماغ، هذا صادر وهذا عصبون وارد الى الدماغ. طبعا شوف المشابك، عندي مشبك زوج هكا، هذا هو اللي في الحسي اللي كنتوا تشوفوا فيه قبيله جاي، فيه مبلغ كيميائي معين، وهذا الليف ثاني عنده مبلغ كيميائي معين، بينما هذا الليف دوره النقل. خلاص التجربه واحد واش داروا؟ داروا تنبيه كهربائي للليف واحد لهنا، دارنا تنبيه كهربائي لهنا. التحليل الكيميائي على مستوى المشبك هذا، لاحظوا ارتفاع تركيز مادة معينة سموها بي في مستوى 1.3. ها مستوى 1.3 هنا، ها لهنا لاحظوا في الشق المشبكي ارتفاع تركيز المادة بي، ومن بعدها لاحظوا انه احس الشخص او هذا اللي داروا عليه التجربة بالالم، احس الشخص بالالم. التجربة 2 واش داروا على مستوى التجربة 2؟ داروا تنبيه كهربائي للليف زوج، هاو الليف زوج نبهوه كهربائيا، وتنبيه كهربائي آخر للليف واحد هكا. لاحظوا ارتفاع تركيز مادة يعيطولها الانكيفالين، وذلك في فا واحد فا زوج لهنا في الشق المشبكي لهنا في الشق المشبكي، لاحظوا ارتفاع تركيز مادة يعيطولها الانكيفالين بصح، ولاحظوا اللهن في الشق المشبكي اللي هي فا واحد فا ثلاثة الشق المشبكي هذا، لاحظوا انخفاض تركيز المادة بي، ولاحظوا باللي الشخص ولا ما يحسش بالألم هكا. التجربة 3 حقن المورفين في المنطقة فا واحد لهنا، فا واحد فا 2 حقن المورفين لهنا في الشق المشبكي هذا، حقنوا المورفين
في المنطقة فواحد فاثنين، وداروا تنبيه للي في هذا، داروا تنبيه للي في هذا، لاحظوا عدم إحساس بالألم وتناقص المادة بي أيضا. راح نخرج بمجموعة من الملاحظات. أول حاجة، المادة المسؤولة عن الشعور بالألم هي المادة بي قطعا، وسموها هك واسمها هك، اسمها المادة بي. زيد زوج، عندنا زوج مواد مسؤولين عن تخفيف أو إلغاء الشعور بالألم هذاك المتأخر، اللي هي مادة الأنكيفالين ومادة الثانية اللي هي مادة المورفين. هذه ملاحظات نستنتجوها من التجربة. درك هو كسؤال راح يقول لي حدد نوع المشبك في كل من فواحد فاثنين. فواحد فاثنين مشبك مثبط، علاه؟ باسكو كي تم انتاج مبلغ كيميائي الانكيفالين لهنا، لهنا تناقص انتاج المبلغ الكيميائي بين فواحد فثلاثة. يعني لما تم انتاج المبلغ الكيميائي الانكيفالين لوحي تناقص المبلغ الكيميائي المادة بي، ومنه فانه مشبك مثبط باسكو منع هذا من راح يمنع انتقال السيالة العصبية من حتى الدماغ. المشبك فواحد فثلاثة هذا مشبك هذا باسكو منبه عليه، باسكو في التجربه الاولى كي ما كانش ما نبهوش المشبك هذا، لاحظوا انتقال السيالة العصبيه بمجرد تنبيه هذا، هذا مثبط هذا منبه، هذا منع هذا خلى السيالة تعدي. حدد نوع المشابك، خلاص علل. انا كنت نشرح لكم في هذاك هو التعليل، هذاك هو التعليل. اذا علاه نزيد نعاود لكم علاه، باسكو ادى الى تناقص الماده بي ومن ثم عدم الشعور بالالم، ما مسمحش للرساله العصبيه تفوت، اللي هي الرساله العصبيه اللي رايحه تفوت، اللي هي الرساله العصبيه المسؤوله عن الشعور بالالم باش يترجمها الدماغ الى احساس بالالم. مش بكفى واحد فثلاثة مش بك منبه علاه باسكو مرت على مستواه الرساله العصبيه. قال لي بالربط بين نتائج التجربتين واحد واثنين من الوثيقة خمسة والشكل أربعة، أوجد العلاقة بين المادة بي ومادة الأنكيفالين والإحساس بالألم. إذا مادة الأنكيفالين تتسبب في تخفيض إنتاج المادة بي، إذا مادة الأنكيفالين مسؤولة عن تخفيض الألم، بينما مادة البي مسؤولة عن إنتاج أو مسؤولة عن الشعور بالألم. إذا المادة بي عبارة عن مبلغ كيميائي للمشبك المنبه فواحد فثلاثة، المشبك المنبه فواحد فواحد ثلاثة المسؤول عن الإحساس بالألم، هذا فواحد ثلاثة المسؤول عن الإحساس بالألم. لهنا المادة بي عبارة عن مبلغ كيميائي مسؤول عن الإحساس بالألم، بينما مادة الأنكيفالين هي مبلغ كيميائي للمشبك المثبط هذا فاتنين واحد، والذي يثبط العصبون هذا من ما يخليهش يبقى ينتج المادة بي، وإذا هي مسؤولة عن تخفيض الألم وعدم الإحساس به، باسكو راح يبقى يخفض إنتاج المادة بي ويوقف ما يخليش هذا يعاود ينتج اللي انتجها مع الأول، هاي رايحة تخلص، وبالتالي راح يوقف إنتاجه أو راح يوقف الإحساس بالألم هكا. وش قال لي ايضا؟ قال لي ماذا تستنتج؟ اوجد العلاقة، خلاص. ماذا تستنتج من مقارنة النتائج التجربتين؟ ماذا نستنتج من مقارنة؟ احنا نقرأ لكم الاسئلة وحنخلي الكاميرا في التجربة. ماذا تستنتج من مقارنة النتائج التجربتين زوج وثلاثة من الوثيقة خمسة؟ للمورفين نستنتج انه المورفين عنده نفس التأثير تاع الانكيفالين، علاه؟ باسكو التجربتين حطوا الانكيفالين، التجربة ثلاثة حطوا المورفين، في التجربتين لاحظوا انه عدم الاحساس بالالم، اذا المورفين عنده نفس تأثير الانكيفالين. قال لك قدم فرضيات تفسر كيفية تأثير المورفين، قدم لي فرضيات. نقدم فرضيات هيا من عندكم. المورفين يعمل، أو قال لي كيفية تأثير المورفين، المورفين يعمل على تخفيض الألم عن طريق منع إفراز المادة بي مثلا، فرضية واحدة. فرضية زوج، المورفين ينشط إفراز الأنكيفالين، فرض كي يقول لي فرضيات، نقترح واحدة صحيحة ولا زوج صحاح وحده غلطه، ما نقترحهملوش كامل صحاحه هكا. بينما لو قال لي فرضيه وحده في الباك نقترحها له، لازم تكون صحيحه، اذا الفرضيه وحده لازم تكون صحيحه. لهنا قال لي فرضيات نقترح له الصحيح والغلط، نقول المورفين يعمل نفس عمل الانكيفالين، المورفين ينشط افراز الانكيفالين، المورفين يمنع تفكيك او اماته الانكيفالين مثلا. هام زوج غلطين وحده صحيحه.
درك نروحوا لهنا، المرحلة الثانية لتحديد مستقبلات الأنكفالين. حقنت حيوانات مخبرية بمادة مشعة، حقنا حيوانات مخبرية بمادة مشعة، ثم بعد ذلك أنجزت مقاطعة فائقة الدقة في النخاع الشوكي، وعملت بتقليد التصوير الإشعاعي الذاتي. مكن التركيب التجريبي أو تركيب النتائج باستعمال الكمبيوتر من الحصول على الوثيقة 6. شوف المادة، من الحصول على الوثيقة 6، حيث شدة اللون تدل على شدة تركيز مستقبلات الأنكيفالين، بينما أشكال الوثيقة 7 هادو ينعتوا لك البنيات. فهي توضح ما يلي: الشكل ألف شكل نموذجي لجزيئة الأنكيفالين، والشكل با تثبت جزيئات سابقة لمستقبلات الغشاء أو المستقبل الغشائي وجزيئتي المورفين والأنكيفالين. ما هي؟ قل لي ما هي المعلومات المستخلصة؟ وش هي المعلومات المستخلصة؟ نقول له المعلومات المستخلصة اللي تقدمها لسع الوثيقة 6 والوثيقة 7. أول شيء، الوثيقة 6: تتواجد مستقبلات المورفين في قرنين الخلفيين في القرنين الخلفيين للمادة الرمادية من النخاع الشوكي، بينما جزيئة المورفين والإنكيفالين عندها نهايات، أو في الجزء اللي يتثبت فيه عندها تماثل. هاي نحضرها بشكل أحسن، نقولوا لجزيئة المورفين والإنكيفالين نهايات متماثلة تثبت على نفس المستقبلات الغشائية، هكا عندها نهايات متماثلة. شوف النهاية والنهاية عندها نفس النهايات، تسمح لها بالتثبت على نفس المستقبلات. اللي ما فهمش الاولى تاع القرن الخلفي، شوف شدة الضوء كفاه زايده لهن في القرنين الخلفيين. شوفها شدة الضوء زايده لهنا، بالك مش باين مع الفيديو برك، بصح شدة الضوء اي كبيرة لهن في القرنين الخلفيين من النخاع الشوكي. على هذيك نقولوا تتواجد مستقبلات الانكيفالين، ولا حتى نقول مستقبلات المورفين ما دام عندهم نفس البنية النهائية. إذا نقول تتواجد مستقبلات الانكيفالين كأصلا، تتواجد مستقبلات الانكيفالين ولا المورفين عادي، باسكو في التجربة هادو داروا المورفين في القرنين الخلفيين، للمادة الرمادية من النخاع الشوكي. شوف فيها زايد تأثير الإشعاع في القرنين الخلفيين من النخاع الشوكي. قل لي هل تسمح هذه المعلومات من تحقق من هل تسمح المعلومات من تحقق من فرضيتك السابقة؟ الفرضية اللي فرضناها إحدى الفرضيتين اللي قلنا فيها إنه يعمل المورفين نفس عمل الأنكيفالين، نعم إذا تسمح بالتحقق من الفرضية اللي قلنا فيها إنه المورفين عنده نفس عمل الأنكيفالين. علل علاه؟ باسكو عندي وجود، شوف عندي تشابه بين النهايات، عندي وجود تشابه بين الجزئين تاع الانكيفالين والمورفين الموجودين في الاخر. شوف جزيئة المورفين هاي، وشوف جزيئة الانكيفالين، شوف النهايات، النهاية من والنهاية هاي منا، وشوف النهاية منا، كاين تشابه في النهايات، هذا يسمح لهم بالتوضع على نفس المستقبلات. هو كاين في الجسم مستقبل خاص بالأنكيفالين، ما كانش مستقبل خاص بالمورفين، بصح مادام المورفين عنده نهاية مماثلة نهاية مادام المورفين استغفر الله يا ربي عنده نهاية مماثلة نهاية الأنكيفالين، أو هذا هو الأنكيفالين وهذا هو المورفين، مادام المورفين عنده نفس النهاية تاع الأنكيفالين، فهذا الشيء راح يسمح له بالتوضع على نفس المستقبلات. يعني المورفين يتوضع على المستقبلات الخاصة بالأنكيفالين. على هذيك إذن، وبالتالي كي يتوضع على نفس المستقبلات على الأنكيفالين راح يسمح بعمل نفس التأثير. قلك بالاعتماد الآن على مما توصلت إليه هي من المعلومات، قدم تفسيرا للتسجيلين 1 و 2 ألف وباء من الوثيقة 2 في غياب المورفين اللحن. تفسيرين ألف وباء في غياب المورفين. إذا في غياب المورفين تنتقل السيالة العصبية، الناتجة عن التنبيه الجلد، عبر ألياف عصبية، أي تنتقل لي عبر مجموعة من الألياف العصبية المغمدة بغدد النخاعين بشكل كبير وبسرعة
كبيرة نحو نهايات الألياف الحسية التي تفرز مادة بي. تنتقل من الألياف العصبية نحو الألياف، شوفها تنتقل منا نحو واش، نحو الألياف نحو النهاية، نحو نهاية الألياف الحسية. هذه لهنا نهاية الألياف الحسية، لهنا راح تفرز لي المادة بي، راح تفرز المادة بي التي التي تنبه العصبون الوارد إلى الدماغ باش تخليه يشعر بالألم، باش تخليك تشعر بالألم. يعني شوف الألم الخاطف هذاك لا يمكن أنه يتوقف الا اذا قمنا بالحقن قبل خلاص ما ندير التنبيه. اما لو ندير التنبيه ونحقن ماده المورفين ولا الانكيفالين راك تشعر بالالم الخاطف، والشيء والالم المتاخر ما تشعرش به هكا. في وجود المورفين، في وجود المورفين نتيجه تثبت المورفين على المستقبلات الغشائيه للانكيفالين في نهايه العصبونات، ها هنا لهنا احسن، شوف لهنا تثبت لي المورفين لهنا. كي تثبت المورفين لهنا في المستقبلات هذه، منع المادة بي من الإفراز، منع العصبون هذا من إفراز المادة بي، بالتالي مش راح تتوضع لهنا، وكما توضعش لهنا راح يبقى هذا الليفة في حالة أو العصبون في حالة تراحة، في حالة تراحة. هذه هي. ما هو الفرق بين تأثير المادتين المورفين والأنكيفالين؟ باش نعرفوا الفرق بين تأثير مادتين المورفين والأنكيفالين، مش خلصنا باش نعرفوا الفرق بين تأثير المادتين المورفين والأنكيفالين، راح نعطيك مجموعة من المعلومات. المورفين دقيقة برك دقيقة، هاي إذن المورفين عنده عمل دقيقة، ما تولهوش لهادو الساعة، يعني جبتها باش نعطيلكم. شوفوا ها، شوف البنيات وين راح تتشابه. هاي جزيئة المورفين في النهاية كما كنا نشوفوا في الكتاب، شوفوا بتدقيق أدق لهنا، شوفها هاو المورفين، شوف الدائرة منين حط لك دائرة، هاو المورفين وهاو الأنكيفالين، ها شوف الدائرة الأنكيفالين والمورفين، تشابه عجيب سبحان الله. فهذا التشابه الدالي إنه يخلي المورفين اللهن كما راك تشوف اللهن يرتبط الدالي إلى إنه خلى المورفين يرتبط مع نفس المستقبل الغشائي الخاص بالأنكيفالين. دركا واش الفرق بين المورفين والانكيفالين اخويا؟ في وجود المورفين الانكيفالين عنده في الشق المشبكي انزيم يسمح بتفكيكه، الانكيفالين عنده في الشق المشبكي انزيم يسمح بتفكيكه هكا، على هذيك يكون التاثير تاع الانكيفالين مش سريع، ما يكونش وقت اطول، يكون مؤقت برك، مؤقت عنده مده محدده ويتم اماهته بعدها هذا ويتم تفكيكه للانكيفالين وخلاص يزول مفعوله. اما المورفين وما كانش في الشق المشبكي حاجه تفككه او توميه، على هذيك يبقى مده اطول لغياب انزيم يوميه، لغياب انزيم يوميه. قال لي ما هي المعلومة التي تستخلصها أو قالها في الكتاب نورمالمون؟ قالها في الكتاب، شوفوا في الكتاب، بالاعتماد على التسجيلين من وثيقة واحد، خلاص هو ما قالش أنا راح نكمل نجاوب. إذا ما هي المعلومة التي يمكن تستخلصها فيما يخص آلية تأثير المورفين؟ إذا يعمل المورفين، ها يعمل المورفين المخدر، علاه سماوه المخدر؟ باسكو يسكن الالم. يعمل المورفين المخدر على احداث اختلال في النقل المشبكي وذلك باعاقه عمل المبلغ العصبي. شكون هو المبلغ العصبي؟ الماده بي، ما يخليش الماده بي تفرز اللهن كما كنت نعطي لكم. اللهنة هو كي يتوضع، هو هذا هو الليف 2 اللي جاي، وهو العصبون الصادر عن الدماغ اللي جاي من الدماغ، ما يسمحش للمادة كي يتوضع يتم إفراز المبلغ الكيميائي اللي هنا اللي هو الأنكيفالين أو الأنكيفالين، ما يسمحش للمادة بي أنها ما يسمحش العصبون هذا بيعود أنه يفرز لي المادة بي، وبالتالي مش راح يفرز المادة بي، العصبون أو العصبون هذا اللي هو وارد إلى الدماغ راح يبقى في حالة صراحة، مش راح ينتج كمون عمل، بالتالي مش راح تمر السيالة العصبية للدماغ، فهمت؟ وتقول لي وعلاه ما لا قال لي لاحظنا في التجارب تخفيف المادة بي، نقول لك تخفيف المادة بي اللي ديجا وأنتجها شفتوا في الالم الخاطف ينتج كميه من الماده بي، بصح كيف تيتوضع خلاص يولي ما يقدرش ينتج، تبقى هذيك الماده بي المنتجه تستعمل عملها ومن بعدها تروح ومن بعدها تروح. اذا ما هي المعلومه التي تستخلصها ما هي المعلومه التي تستخلصها فيما يخص تاثير المورفين؟
يعمل المورفين المخدر على إحداث اختلال في النقل المشبكي، وذلك بإعاقة عمل المبلغ العصبي اللي هو الأنكيفالين. هذا هو المنتج في الجسم. المورفين هو مادة مصنعة مش كيف كيف لتماثل البنية الفراغية لهما، مما يسمح للمورفين، المورفين والأنكيفالين كاين عندهم نفس البنية في النهايات تاعهم، أو في المنطقة اللي يتوضع فيها الأنكيفالين والمورفين على المستقبل الغشائي، مما يسمح للمورفين بالتثبت على المستقبلات الغشائية البعد مشبكية الخاصة بالأنكيفالين. يمنع المورفين إفراز المادة بي في العصبون الحسي هذاك اللي جاي، راح يفرز لنا المادة بي المسبب للآلام، مما يؤدي إلى تخفيف الألم. ما يؤدي إلى تخفيف الألم هذا كتطبيق دارو الشيخ. لا فقط دار كتطبيق. طبعا الاستاذ هذا اسمه فرح عيسى، ها هو، وكما كنت دائما نقولها في الفيديوهات، الدرس هذاك تقدر تحمله من الانترنت، فيه 664 صفحة بصح مليح، شامل فيه تطبيقات تاني. شوف كادي نعاد لك التماثل، شوف التماثل في النهاية. شو هاي جزيئة المورفين وهذه هي جزيئة الانكيفالين، شو التماثل. هيه قالوها لنا هذه مع الاخر تاع الكتاب، حط لك وثيقه كيما هكا وقال لك بالاستعانه بهذه المعطيات وضح في نص علمي خطر ادمان المورفين ولا اي مخدر على الجهاز العصبي. طبعا النص العلمي هذا تقراه بشويه، كي يعطيه لك في الباك تحط معلوماتك، ما نشجعش حفظه وانما تقراه برك، باسكو نص علمي هذا له علاقه بالمخدرات. اللي يحب يحفظه احسن واحسن، اللي يحب يحفظه احسن واحسن. يؤدي استعمال المستمر لمثل هذه المواد، يقصد المورفين والمواد المخدرة، إلى ظاهرة الإدمان عليها، وفي حالة فيزيولوجية تصبح فيها الخلايا العصبية أو في الحالة الفيزيولوجية تصبح فيها الخلايا العصبية تطلب المزيد من الجرعات، حيث تحدث نفس الأثر والمفعول، وهو عادة الإحساس بالرضا. يعني يكون تبقى تطلب نفس كل مرة جرعة زايدة على الأخرى، جرعة زايدة على الأخرى باش تخليك تحس بالرضا. يرجع سر ذلك على مستوى العصبي، الإحساس بالنشوة، إلى مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ التي تشكل نشاطها نظاميا يعرف بنظام المكافأة، حيث يسبب نشاط هذه العصبانات إحساسا حيويا بالسعادة بعد قيام بعض الأعمال كالأكل أو اللعب، كما تدفعنا إلى تكرار القيام بهذه الأعمال قصد الحصول على نفس المتعة. خلال ذلك تفرز العصبونات هذا النظام على مستوى المشابك بعض المبلغات الكيميائية كالدوبامين، تمثل بعض المواد المخدرة الصيدلانية على إحداث نفس الأثر بعد تناولها، فيؤدي تناولها إلى طلب المزيد من الجرعات، فتصبح مستهلكة مدمنا، فيصبح المستهلك مدمنا، وفي غياب ذلك يحس بالقلق التوتر والاكتئاب وعدم الارتياح. يؤثر الاستهلاك المستمر لهذه المواد على إحداث أضرار بالغة على مستوى الجهاز العصبي المركزي، تنعكس سلبا على الحالة الصحية النفسية والاجتماعية للفرد، باسكو راح يبدأ يأثر في المشابك ويبدا يعيقها ويضر بها كي تتعاطاها، كما مثلا المخدرات المسؤوله عن الهلوسه وغير ذلك، انت كي تتعاطاها هذه راح تمنع افراز بعض المواد في المشابك، بالتالي راح تضر جسمك على المستوى الصحي، اتلاف القشره المخيه وموت بعض المناطق من الدماغ. هذا على المستوى الصحي، النفس، الحاله النفسيه، القلق واللوم الذات، التوتر، الهلوسه والعزله والانطواء على وعدم الثقه بالنفس والهروب من المسؤوليه. من الناحيه الاجتماعيه النظره السيئه للمجتمع والعزوف الاخرين، ومن الناحيه الاجتماعيه نزيد لكم حاجه، الفقر، تفقر، تبقى تمد الدراهم باش يعطيوك هذيك المواد المخدره، راح تفقر مع الوقت، حتفقر في دراهمك، بغض النظر على ان المخدرات حرام ولا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا لما لها من اضرار. شوفوا السي ار دو بلس، هاو السي ار دو بلس والحوايج، هاو المشابك، هذا الشيء اللي كنا ندرسو فيه. طبعا هذا الشيء مالوش علاقه شوفوا في عمل المشابك،
مراحل النقل المشبكي، الخلل الذي تسببه المخدرات. تركيب المبلغ الكيميائي، تثبط الانزيمات التركيبيه انطلاقا من ماده اوليه. شوف هاي بدات تثبط، تخزن في الحويصلات خروج غير طبيعي للمبلغ، تحرير المبلغ في الشق المشبكي، تعطيل تحرير المبلغ في الشق المشبكي، تثبيت على مستقبل قنوي، تعطيل عمل للمستقبل وحصره. علاه؟ باسكو مواد المخدره غالبا ما عندهاش حاجه تميها، على هذيك تبقى في الجسم مده طويله، مما تعيق المشابك، مما تعيق وظيفه المشابك. زيد إماحة سريعة للمبلغ، تثبط الأنزيم إماحة، تثبط أنزيم إماحة المبلغ الكيميائي، إعادة امتصاص المبلغ من طرف الخلية المشبكية. خي المبلغات غالبا كاين مجموعة من المبلغات كما الأسيتيل كولين، يعاد امتصاص الجزء منهم بعد الإماحة، كما الكولين هذا أسيتيل كولين، كاين أنزيم في الجسم يفككو اسمه أسيتيل كولين أستيراز، كي تفكك أنت يتفكك الأسيتيل كولين إلى أسيتيل زيت كولين، الكولين هذاك يعاد امتصاصه من طرف الخلية القبل مشبكية. لهنا ما كاينش حاجة تعاود امتصاصهم باسكو مواد مصنعة خارجة عن الجسم. الخلاصات، الخلاصة طبعا خاوتي، الخلاصة راح ندير لكم هكا مانيش راح نقراها، حبس الفيديو وكتبها، اللي يحب يحفظها يحفظها باسكو تكون لك اسهل من ناحية الوصف والتعبير في لي باك، واللي يحب يستنى حتى ننشر انا الملخصات تاع استاذ اسمه مازوني اسكندر، صراحه ملخصات هايله وقريتها انا، يصبر يصبر حتى نصورها وننشرها لكم. طبعا الرابط تاع الصفحه والفيسبوك تاعي والصفحه والمجموعه اللي ننشر فيها البث المباشر تجدونها في صندوق الوصف. اقراوا ثاني بعض الملاحظات بالنسبه للفيديو السابق قبل هذا، في اخر الفيديو غلطت انا، جيت نقول سي ال ناقص، قلت سي ال بلس وطلبت منكم تصحوها كخطا لغوي برك، او ما كاش حاجه يعيطوا لها سي ال بلس في القنوات، كاينه حاجه يعيطوا لها قناه خاصه بسي ال ناقص. ها دير بوز للفيديو ولا تحب تكتب ولا تقراها، هاي عندها كماله ثاني من ادعيوا له الاستاذ فرح عيسى بالخيره. ها تجارب مثلا، ها مخططات تحصيلية تاني، طبعا المخططات التحصيلية هذه أحسن دائما أنك تحطها معه. دركا راح مادام خلصنا احنا التمرين الأول حلول تمارين الكتاب، خلينا عادي كي نوصل لتمارين الكتاب نشوفو. دركا راح نحط لكم فيديوهات هاي، سكتوا باش نشرح لكم. هاو الانسان قاعد يجري طبعا باش تحتاج هذه حتى الشرح، انسان قاعد يجري نورمال. كاين عضلات نعم، ايه حركة الساق، صبروا نزيد برك في السرعة تاع الفيديو باسكو هكا يطول الفيديو تاعنا، نديرها زوجي. شوف شوف الرسائل العصبية بشكل سريع جدا، نقولوا سبحان الله، على بالك تنتقل الرسائل العصبية بشكل سريع جدا 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 فوق ما تتخيل. طبعا كيما راك تشوف هذه بعد الحوايج تاع العضلات متصلة ب بالعصبونات الحركية طبعا، من ناحية الوظيفة كلها عصبية عصبية، ولكن من ناحية البنية، البنية كلها عصبية عصبية، بصح من ناحية الوظيفة هي اللي تختلف، بعضها تثبيطية والأخرى تنبيهية. شوف هذه الطريقة تاع المغزل، قلت لك باللي المغزل لما يتحرك حيت شوف راح تتولد رسائل عصبية دائما. ها هذه اللي يكون هادو، واش هي هادو خاوتي؟ هادو هما اللي يسميوهم اللي كنتو تسميوهم بكري المستقبلات الحسية، هذيك اللي هي النهايات العصبية الحسية، النهايات العصبية الحسية اللي يخلي الإنسان يحسها. كون جام داير الصوت تاع اللوحات كنت نحط هي بالفرنسية يا خلاص دوك نحطهم معنا باسكو du côté de la fibre musculaire
هيا اسمعوا مالا خاوتي وقاعد يشرح لكم فيها الشيخ خلاص. لوحة المحركة قاعد يهضر لك دوكا الوضع كيما تاع اللوحة المحركة وغير ذلك. اسمع هنا اللي يهمنا هادو. واش هو هادو خاوتي الدواور؟ هادو الدواور هادو نورمالمون باينين. الدواور هادو باينين نورمالمون. وهادو واش هي هادو؟ باينين قنوات من طبيعة بروتينية بظاهرة الميس. شوف التركيز تاع المبلغ الكيميائي او القنوات هادوك تركيز تاع باسكو ما تبعتش انا مليح. قادر يكون مبلغ كيميائي كما قادر يكون تاع الان ا بلس الشواردة. اذا دركا وضحت الامر بلا ما حتى يزيد يقول هو حاجه كي المفتاح كي توضع تحل الباب هذا. اذا هذا مبلغ كيميائي وهذا مبلغ كيميائي والموجودين اللي هنا مشاوات. اوكي اها وقال لكم الاسيتيل كولين. قال لكم المبلغ الكيميائي الاسيتيل كولين لما يتوضع لي على المستقبلات الخاصه بالقناه طبعا راح تنفتح القناه وراح يدخل لي واش الان ا بلس من الوسط الخارجي الى هيوله الخليه بعد المشبكيه باسكو القناة تعمل بظاهرة الميز. الصوديوم هو الان ا بلس. En fonction du nombre des récepteurs activés, ce potentiel peut dépasser une valeur seuil et déclencher un potentiel d'action musculaire qui va diffuser vers l'ensemble de la membrane musculaire et provoquer une contraction de la myofibrille. طبعا واضحة السيالة العصبية ما راح دير راح تنتشر. واش هي هذا الانزيم المفكك للاسيتيل كولين؟ شفتو كيف قسموا لزوج طرف اسيتيل زائد كولين. ها قال لك جي انزيم خاص بالاسيتيل كولين هذا المتوضع راح يقسمو بل ما يبقاش ما تبقاش قناه مفتوحه هذه. راح يقسم الاسيتيل كولين يفككوا الاسيتيل زائد كولين. طبعا الكولين قال لك اسم الانزيم هو اسيتيل كولين استيراز. طبعا الكولين راح يعاد امتصاصه. ها Cette lyse va donner deux molécules, l'acétate et la choline, qui va rejoindre la terminaison nerveuse. الكولين طبعا راح يعاود يولي باش يعاود يمتص ويستعمل في عملية صناعة اسيتيل كولين جديدة. Afin de former de nouvelles molécules d'acétylcholine. La destruction rapide de l'acétylcholine permet ainsi d'éviter la prolongation de la contraction. كتلاحظ باللي كل ما يفك كلاسيتيكولين القنوات هاي اغلقت. ها لاحظ باللي القنوات اغلقت. Il peut y avoir une libération minime d'acétylcholine par exocytose spontanée dans l'espace synaptique en dehors de toute stimulation nerveuse. Cependant, le nombre de récepteurs ainsi activés est loin de déclencher un potentiel d'action musculaire. Une unité motrice égale un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qui l'innervent. La transmission neuromotrice compte les molécules d'acétylcholine et provoque une entrée. خلاص هذا هو الفيديو الاول. خلاص سي بون. خلاص سي بون خلصنا تقريبا. صاي هذه هي. كنت حاب نعت لكم ملخص بسيط. نعت لك بالنسبه للاسيتيلكولين واللوحه المحركه ونعت لك باللي العصب كيف يستفز الرساله العصب. نعت لك باللي العضلات كيف تستفز الرساله العصبيه باش تنتشر على طول الليف. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله بالخميس نورمالمون ان شاء الله راح ندير ريفيزيون تاع المشبك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلوا على النبي اذكروا الله. الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله.